وينضم إلينا من الرياض عبر الهاتف محمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى السعودي السابق. أستاذ محمد، يعني قطر تعود إلى مخططاتها وأساليبها القديمة باستهداف البحرين عبر ما يسمى بالمعارضة المزعومة بالتنسيق المادي والإعلامي. يعني ما الذي يدفع قطر للقيام بمثل تلك الأفعال ضد من يفترض أنهم أشقاؤها في المنطقة؟ ولماذا تجتر قطر أساليبها القديمة؟ ما تقوم به قطر الآن من دعم متواصل ودعوة ما يسمى بالمعارضين البحرينيين دليل قاطع على تدخل قطر في شؤون البحرين منذ عقدين من الزمن، وهي ما كانت تنفيه قطر وتحاول أن تنفيه وتقول للعالم أنها لا تفعل ذلك، ولكن ما تقوم به الآن من دعوة لهؤلاء وتجميعهم في الدوحة ومن ثم دعمهم ليقومون بهذه الأعمال الإرهابية، هذا أمر هو الذي أدى إلى مقاطعة قطر وإلى وضع قطر أمام العالم بأنها دولة راعية للإرهاب، محتضنة للإرهابيين، داعمة لكل عمل إرهابي سواء في البحرين، في السعودية، في مصر، في الإمارات، في كل مكان، حتى وصل دعمهم لمنظمات إرهابية إلى الهند، أعلنت عنها حكومة الهند بالأمس. فإذا قطر فعلا متورطة بشكل لا مجال للشك في دعم هذا الإرهاب وإيواء الإرهابيين وتآمرها على الدول الداعية إلى محاربة الإرهاب. نعم أستاذ محمد، يعني الدوحة وطهران يعني حقيقة تتتران بغطاء المنظمات الحقوقية المزعومة وتسخيرها كأداة بهدف تضليل الرأي العام ودعم الفوضى وعدم الاستقرار في الدول المستهدفة خدمة للمصالح الشيطانية المشتركة بينهما، مع أن يعني الانتهاكات الحقوقية في طهران لا حد ولا حصر لها. ما تعليقك؟ وهذه المشكلة الكبرى، نحن في دول مجلس التعاون والدول المقاطعة لقطر يعرفون تماما أن قطر ومعها قبل ذلك الأم الكبرى للإرهاب وتصدير الإرهاب ودعم الإرهاب وهي طهران. نعرف تماما أن هذا هو ديدنها وهذا هو عملها، ولكن المستغرب والذي لا زال مكان استغراب هو تصديق بعض الدول ما تقول به بعض المنظمات الحقوقية الزائفة في معلوماتها أو المزيفة للمعلومات للرأي العام. هل المطالبة بالحقوق أو المطالبة بالحريات هو مصادرة حريات الآخرين بالسلاح، استخدام كل أنواع الأسلحة للتدمير والتخريب وإشاعة الفوضى والقلاقل في البلدان؟ هل هذه هي مطالبة بالحريات بهذه الطريقة؟ ولذلك الآن نتصور أن حتى كمان بعض المنظمات الحقوقية بكل أسف التي كانت أما غير آبهة بما تبثه من أخبار بقضايا حقوقية أو أنها متعمدة بما تقوم به تحت ضغوط معينة أو إيرادات معينة أو الحصول على مكاسب معينة من الدول الداعمة للإرهاب والممولة للإرهاب، لدرجة أن أصبح الواحد يحتار ما تقوله بعض المنظمات الحقوقية التي لم تعد منظمات حقوقيه، اصبحت جزء من المنظمات التي تشجع على الارهاب. وهذا امر اتمنى على احرار العالم وعلى المثقفين في العالم وعلى كذا ان يدركوا تماما ان العالم بحاجه الى استقرار، الانسان بحاجه الى الامن، الانسان بحاجه الى ما يسعده في حياته وليس ما يمارس ضده من اعمال ارهابيه تقوم بها الدول ترعى الإرهاب وهي إيران، وبكل أسف ذراعها الذي كان مختفيا وراء عوامل معينة وهي الدوحة التي الآن أصبحت مكشوفة أمام العالم. نعم، من الرياض محمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، شكرا جزيلا لك.